وجودنا كنقابة الوطنية للتعليم المنظمة التعليم وكل القدرة للشغل مع أطر الإدارة التربوية فهو مساندة ودعم لهذه الأطر اللي في حقها واحد نوع ديال الحيف واحد نوع ديال الاحتقار. لا يعقل أن الحوار القطاعي مع وزير الوصي على وزارة التربية الوطنية اتفقنا على إخراج المراسيم ديال أطر الإدارة التربوية كمتصرفين ما يبقاوش كمديرين مكلفين كيولي كإطار ديال متصرف تربوي في الوقت اللي الوزير عطى وعد كاذب بلي المراسيم راه موجودة في الأمانة ديال الحكومة وإذا به أن هذه المراسيم لا وجود لها وإنما نوع من الطماطول والكذب والتسويف وربح الوقت وهذا لا يجب أن يصدر من مسؤول عن مسؤول عن الوزارة التربية الوطنية. هذا يسمى تسويف وطماطول وربح للوقت ويتحمل مسؤوليته وكنطالبوه من هذا المنبر أنه يخرج المراسيم ديال أدور الإدارة التربوية. نحن الآن نقف أمام مقر المديرية الإقليمية بعين سبع المحمدي حي المحمدي تنفيذا للبرنامج الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم بأسلاكه الثلاثة والنظار ورؤساء الأشغال ومدير الدراسات. هذا البرنامج الذي نطالب فيه بإنصاف هذه الفئة من المنظومة التعليمية الوطنية والتي بدونها لا تنجح جميع المشاريع ديال الوزارة. إذا نحن نطالب بالإطار، هذا الإطار الذي يحفظ كرامتنا. والآن نحن في المحطة الثانية من هذا النضال وفي اليوم الثاني من المعتصم هنا بمديرية عين سبع الحي المحمدي. ما زال أمامنا اعتصام آخر أمام مقر المدير الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء سطات، كما أننا نقوم بمقاطعة كل العمليات الإدارية في لإعلاء صوتنا لوزارة التربية الوطنية. وبعد هذا النضال إذا لم يتحقق ما هو مطلوب وشعارنا هو لا عودة حتى تحقيق المطالب، سوف نصعد بأشكال احتجاجية أخرى وسننتظر من الجمعية الوطنية أن تسطرنا البرنامج النضالي المقبل والذي سيكون أكثر قوة وأشد حماسا حتى نحقق كل المطالب التي تصبو إليها الفئات المعنية بهيئة التدبير الإداري من حراس عامون نضار رؤساء الأشغال مديرات ومديري التعليم الابتدائي والثانوي بالمغرب. اليوم كندخلوا في المعتصم الثاني تنفيذا للبرنامج النضالي اللي اقره التنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنيه لاطر الاداره التربويه. هذا البرنامج النضالي اللي تصدر بعد استمرار الوزاره في نفس سياسة الأذن الصماء وبعد عدم الالتزام بالوعود السابقة، لأن ملف الإدارة التربوية تم التوافق عليه وبقى غير الإخراج ديالو أيضا بعد التجاهل للحقوق والمطالب المحقة والمشروعة لأطر الإدارة التربوية. نتمنى أن يجد الملف المطلبي لأطر الإدارة التربوية طريقه للحل بالإفراج عن المرسومين إسنادا بالنسبة لإسنادا ومسلكا، وأيضا يتطوى هذا الملف نهائيا بالاستجابة الفورية لجميع المطالب المشروعة والعادلة والمحقة لأطر الإدارة التربوية.